السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بندق، أخباركم إيه؟ انزل حالا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس، رأيكم يهمني عشان كده خليكم مع بندق. حكايتنا النهارده عن اليو بادجي اللي انتهى الرسميه الى نادي اميان الفرنسي وانتهاء رحلته القصيره مع النادي الاهلي. هسال شويه اسئله وهستنى رايكم في الكومنتس، بس الاول اشترك في القناه وفعل زر الجرس وما تنساش لايك جميل كده للفيديو. زيك اول سؤال، الاهلي خسر اليو بادجي؟ هل اليو بادجي اصلا خد فرصه كويسه مع النادي الاهلي؟ هل اليو بادجي اقل من المهاجمين او اقل من مستوى المهاجمين في النادي الاهلي؟ هل يحاسب عليه موسيماني بعد تألقه في كل الاعراض اللي راحها؟ هل اصلا اليو بادجي لاعب عنده امكانيات كبيره تأهله للعب للنادي الاهلي؟ هل اليو بادجي لاعب كبير اصلا عنده امكانيات كبيره محدش قدر يكتشفها في النادي الاهلي؟ استنى رايكم ونكمل الفيديو. لما نيجي نقول بادجي في شويه ارقام، هل انه لاعب سنغالي اتولد يوم 10 اكتوبر 1997 في السنغال. اول نادي لعب فيه كان كاسا سبورت في 31 يناير 2017. اتنقل لنادي يورجو دينيس ووقع على عقد مدته 4 سنين، لكنه ما كانش بيجيب اهداف كتير، لكن كون سمعته كلها من اهدافه في اللحظات الاخيره في المباريات. هو في نص مدته اتنقل لنادي رابيد فيينا النمساوي في يناير 2019، لعب معاهم سنه واحده بس، وفي 16 يناير ينتقل للنادي الاهلي عقد مدته 4 سنين ونص، وكان ساعتها من اختيارات ريني فايلر مدرب الاهلي ساعتها، لكنه ما طولش كتير بسبب ظروف الكوفيد عشان يمشي فايلر ويترك النادي الاهلي ويجي موسيماني اللي ما يقتنعش باللاعب فيتنقل اعاره الى نادي انقره جوجو التركي. وفي 3 اغسطس 2021 اتنقل لنادي اميان الفرنسي على سبيل الاعاره لمده سنه مع احقيه تفعيل بند الشراء، وهو ده بالفعل اللي حصل واللي خلانا بنتكلم النهارده عن اليو بادجي. خليكم معانا ما تروحوش في اي حته. اما عن بطولاته، كاس السويد 2017 مع نادي يورجر دينيس، دوري المصري 2019، دوري ابطال افريقيا 2020، وكان اللقبين مع النادي الاهلي. طب ايه سبب الفرقعه وكتر الكلام اليومين دول عن اليو بادجي؟ انا هقول لكم، بس اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويخبط لايك حلو كده زيه على الفيديو. كتر الكلام الفتره اللي فاتت لانه بادجي بقى حديث فرنسا وحديث الصحف الفرنسيه انه بيقدم مستويات متميزه في دوري الدرجه الثانيه مع نادي اميان الفرنسي، اصبح رابع هداف الدوري في اخر 16 مباراه وقدر يحرز ساعتها 10 اهداف مع الفريق اميان الفرنسي، ونسبه تسجيل بادجي وصلت لمعدل هدف كل 102 دقيقه، وده خلاه يتقدم عن الثلاث مهاجمين اللي سابقينه في الترتيب ب 13 هدف، وهم اللاعب الاول ريس هيلي مهاجم تروز هدف كل 135 دقيقه، اللاعب الثاني جيتا شاربونيه مهاجم اوكسير اللي بيحرز هدف كل 140 دقيقه، واما اللاعب الثالث الكسندر ميندي مهاجم كان اللي بيقدر يحرز هدف كل 135 دقيقه. المثير في قصه بادجي انه لما خرج من حسابات بيتسو موسيماني وراح انقره جوجو التركي ما احرزش غير 3 اهداف في 13 مباراه بس. طب وايه المثير في كده؟ استنى هقول لكم. المثير في قصه بادجي انه لما انتقل لنادي اميان الفرنسي بدا بشكل متواضع جدا، لدرجة انه اول 8 مباريات ما سجلش غير هدف واحد بس، وبدأت مرحلة التوهج من المباراة التاسعة، وقدر ينهي الموسم ال 16 ماتش ب 10 اهداف، يعني قدر في اخر 8 مباريات يسجل 9 اهداف كاملين، وبالاهداف ديت قدر يحسن مستوى فريق اميان الفرنسي في دوري الدرجة الثانية في فرنسا، وبسبب اهدافه دي بدأت صحف فرنسا تنقل اخباره بشكل كبير، واشادت بأدائه المتميز، ونشرت صحيفة كوريه بيكار تقرير مطول بعنوان 4 ثنائيات و10 اهداف بادجي يسير على الماء، ابرزه في التقرير ده دوره الحاسم مع نادي اميان الفرنسي، وده اللي خلى اميان الفرنسي يتعاقد معاه بشكل نهائي وينتهي مشواره مع النادي الاهلي. كمان خلال الفتره دي قدر يحصل على رجل المباراه 3 مرات، وده كان كفيل انه يخلي نادي اميان الفرنسي يفعل بند الشراء وتنتهي رحلته القصيره مع النادي الاهلي. ودي كانت نهايه حكايتنا عن اليو بادجي وانتهاء رحلته القصيره مع النادي الاهلي وانتقاله لنادي اميان الفرنسي،
لو انتوا شايفين انه كان يستحق يقعد في النادي الاهلي اكتبوا لي في الكومنتات، لو شايفين انه مستواه مش مستوى النادي الاهلي عرفوني في الكومنتات، ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وتنسوش لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. خليكم مع بندق، سلام.